حنا من هالوقت ديال كورونا في الجائحه ديال كورونا ما بقيناش بنادم ما خدام ما والو، وكنطالبوا استئناف الخدمه وكنطالبوا عندنا الكيران ديالنا الحافلات ديال اللي معنا في النقل بانهم عالقين تماك هما المهنيين. كاين واحد 260 اللي باقين المهنيين اللي باقين تماك بالحديد ديالهم بالطن اللي فارغوني ديالهم وبالكيران بالحافلات، وحنا كنطالبوا باش يدخلوا هما اول حاجه النقطه الاولى هي هذه هما يدخلوا العالقين، والنقطه الثانيه استئناف الخدمه ديالنا. احنا عرفنا بان الحدود محبوسه على حساب المسافرين وكنطالبوا بالخدمه ديال السيارات النفعيه هي الاولى تخدم لان كيهز المارشونديس الباكاج. كنا درنا حوار مع السلطات، مشينا درنا طلب لوزاره النقل، صيفطنا للحكومه الوزاره الخارجيه، يعني التجاوب ما كاين لحد الان ما كاين تجاوب، وريحنا مع السيد العامل ديال جهه الدار البيضاء الكبرى، قال لنا بان غادي نخبركم ان شاء الله على نهار على حساب اليوم هو الاخر اجل غادي يكون عندكم الخبر. لحد الساعه باقي ما كاين حتى شي حاجه. كنا درنا بغينا نديروا ديال لوفانت، كنا غنديروا في لوفانت 3 ودابا غادي نقدروا نديروا ان شاء الله السيمانه ان شاء الله تكون وقفه احتجاجيه على هاد الناس اللي عالقين وعلى استئناف الخدمه ديال الشاحنات ديال الكاميوات لي فورغونيت. راه غادي حيت الضرر راه هو هذا ضرر لانك ما غتخدمش هذيك الخدمه اللي كنتي كتخدم على المده كامله راه ما كتخدمهاش. الخدمه ديال هذيك 3 شهور ديال الصيف اللي كنخدموها ديال عمليه مرحبا راه كتخدم على شحال من حاجه، راه حيت كتبدا من 5-6 وشهر 7 وكتبدا الروتور. دابا بالنسبه لدابا ما كاين حتى شي حاجه، يعني حنا مضرين اقصى ضرر. اللي عندك ليطرات عندك شحال من حاجه، الناس عندهم ليطرات عندهم شحال من حاجه.